ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. بارك يا نفسي الرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. يا إخوة، ما تظهر المسيح الذي هو رجاؤنا، فأنتم أيضا ستظهرون معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، والهوى، والشهوة الرديئة، والطمع الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذه يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وفي هذه أنتم سالكون حينا كنتم عايشين فيها، وأما الآن فأنتم أيضا اطرحوا عنكم الغضب والسخط والخبث والتجديف وكلام القبيح من أفواهكم، ولا يكذب بعضكم على بعض، بل اخلعوا الإنسان العتيق مع أعماله، وإلبسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة على صورة خالقه، حيث ليس يوناني ولا يهودي، وليس ختان ولا قلفون، لا بربري ولا إسكيتي، لا عبد ولا حر، بل المسيح في كل شيء وفي كلكم. Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصغي قال الرب هذا المثل: إنسان صنع شأن عظيما ودعا كثيرين، فأرسل عبده في ساعة العشاء يقول للمدعوين: تعالوا فإن كل شيء قد أعد. فطفقا كلهم واحد فواحد يستعفون. فقال له الأول: قد اشتريت حقلا ولا بد لي أن أخرج وأنظره، فأسألك أن تعفيني. وقال الآخر: قد اشتريت 5 فدادين بقر وأنا ماض لأجربها، فأسألك أن تعفيني. وقال الآخر: قد تزوجت فلذلك لا أستطيع أن أجير. فأتى العبد وأخبر سيده بذلك، فحينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل المساكين والجدع والعميان والعرج إلى هنا.
فقال العبد: يا سيد، قد قضي ما أمرت، ويبقى أيضا محل. فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق والأسجة واضطرهم للدخول حتى يمتلئ بيتي، فإن يقول لكم إنه لا يذوق عشاء أحد من أولاك الرجال المدعوين، لأن المدعوين كثيرون. والمختارون قليلون. Thank you.